كوني سوري، كوني بحمل هاي الهوية، صارت وصمة. يعني وصمة موصومة بالعار، موصومة بكتير قصص ما بعرف كيف معقول الإنسان يهرب منه. فقررت إنه ما أطلع من البيت حقنا لدمائي. هنا جميع السوريين من أجل أمور أخلاء جميع المحلات مميزة لأيام الجمعة كوميديا سوداء والله. قبل بمراحل معينة كنت لما أشوف هيك شيء، هيك نوع من خطابات وهيك نوع من مشاكل وهيك نوع من مواجهات، كنت أحس بالغضب. هلأ شعور الخدر عن جد تملكني. بحس شعور الخدر مع شعور بالنجاة، يعني أي طريقة أقدر أنجي فيها فهو هذا الشيء الوحيد بدي أعمل. لا بالحقيقة من حسن حظي إنه جيراني بالمنطقة كتير حبابين، كتير ظراف، يعني بحبهم كتير. إذا كان في شيء تغير فهو خوف علي وعرض المساعدة صراحة. يعني كتير منهم عم يسألوني إنه إذا لازمني شيء من السوبر ماركت أو من شيء محل، أو إذا لازمني توصيلة، أو حتى يعني عم بطلب أغراض اللي من السوبر ماركت عم بطلبهم من البيت. وبما إنه عطلة عيد الفطر على أساس إنه قررت هيك إنه أعمل لي شيء مشروع أو أطلع شيء مشوار مع أصحابي، فما مشي الحال. استأجرت بلاي ستيشن وعم أقضي فيه وقتي حتى أتسلى شوي وحتى ما أفكر كتير، لأنه مستحيل يعني الوضع قديش مزري. أيمن يمان في إيه قرر إنه لازم انتقل لعنده شي يومين ثلاثة. ما كنت عم بطلع بهاليومين لأنه القصص اللي عم نشوف على السوشيال ميديا بتخوف صراحة. يعني إنه إنسان ينضرب ضرب وحشي مجرد إنه سوري، فعن جد ما في شي بيوصف هذا الفعل. كنت عم بفكر إنه إذا أنا شاب لحالي وملاقيها صعبة إني انتقل من محل لمحل، فكيف لا شو بدها تعمل العيلة مثلا اللي عندها 4-5 اولاد وما عندهم محل بديل يروحوا عليه؟ شو معقول يصير فيهم؟ شو معقول يصير بالشاب اللي بالنسبة له خدمة بالجيش السوري هي خلص يعني نهاية بالنسبة لحياته او الاعتقال؟ Thank you.